تشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، خالد عبد الفتاح ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، وقلبي الدفاع رامي ربيعه محمد عبد المنعم. ثنائي خط الوسط الدفاعي: اليو ديانج ومروان عطيه، ورباعي المقدمه: محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، ومحمد شريف. مره ثانيه: محمد الشناوي لحراسه المرمى، خالد عبد الفتاح ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع رامي ربيعه محمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي: اليو ديانج مروان عطيه، ورباعي المقدمه: محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، ومحمد شريف.